بعد كل طلاق بتحاول كل ست انها تطلع احلى ما عندها وتدور على حاجات مختلفة جديدة تعملها تشغل وقتها بيها عشان تعرف تنسى طليقها وما تفضلش كتير واقفة في مكانها، وهو ده اللي بتحاول تعمله بسمة بوسيل. بعد طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل المفاجئ من اسبوعين، اتفقوا انهم يبقوا اصحاب. بدأ كل واحد فيهم يشوف هيعمل ايه في حياته بعيد عن التاني. طبعا فترة صعبة بيمر بيها اي زوجين، خاصة مع وجود اطفال. اول خطوة عملتها بسمة انها راحت الجيم ولعبت رياضة كتير. هي طبعا متعودة تعمل ده من زمان، ودايما كانت بتنشر ستوريهات ليها في الجيم زي بقية النجوم، لكن المرة دي كانت مختلفة تماما. عملت ايه بقى؟ بعد طلاقها بكام يوم راحت بسمة تلعب رياضتها في الجيم، لان معروف ان الرياضة بتطلع الطاقة السلبية في الجسم، وجريت 8 كيلو بدون اي بريك، وده طبعا مجهود كبير جدا. فواضح انها كانت مخنوقة ومتضايقة وطلعت طاقتها كلها في الجري. ولما الكوتش بتاعها سألها جريتي كام كيلو، صورت الشاشة قدامها على الجهاز ونشرتها على ستوري انستجرام بتاعها، وكمان نشرت فيديو ليها وهي مبسوطة وبتعمل علامة النصر في الجيم انها قدرت تحقق الرقم ده. كل النجمات بعد كل مشكلة وأزمة بيجروا على الجيم يلعبوا ويتصوروا وينشروا الصور، هي عادة كده مشتركة في الوسط الفني وكلهم بيعملوها. كمان حاولت بسمة بوسيل تتعايش حياتها عادي، وفضلت متواجدة على السوشيال ميديا من غير ما تختفي وتبين انها زعلانة ولا حاجة. لا، هي قررت تتعامل بشكل طبيعي كأن مفيش حاجة خالص، واستمرت بحياتها واهتماماتها. نشرت بسمة كمان شوية استوريهات على انستجرام بعد طلاقها، كان اولها طبعا الجيم، وكمان صورة ليها مع بنتها من مكتبها الخاص. يعني قصدها تقول انها مش سايبة شغلها وقاعدة تعيط، لا، مكملة حياتها ومهتمة بشغلها الخاص. كمان نشرت صورة لمنتج جات تجميل من براند خاص بيها، وكمان ستوري لزيارتها لدكتور التجميل. شكلها هتعمل لوك جديد بعد الطلاق. وفي عيد ميلاد بنتها امايا ظهرت بسمة بشكل طبيعي جدا مع ولادها وتامر حسني وهما بيحتفلوا ببنتهم، وكانت مبسوطة ومش متأثرة ولا متضايقة من وجود تامر جنبها بعد ايام من الطلاق، لكن بالعكس فضلت تتصور وتغني وتلعب مع ولادها ومع طليقها كمان. اما تامر حسني بقى فيبدو كده ان هو اللي زعلان ومتأثر ومجروح، فظهر في عيد ميلاد بنته وهو شايلها واقف جنب بسمة، لكن مش على عادته اللي نعرفها. هزاره وحركاته كانت تقيلة كده وما فيهاش مرح وانبساط زي ما بنشوفه دايما على طبيعته، وكان واضح جدا انه متأثر بالطلاق. كمان بعد انفصاله عن بسمة بوسيل، نشر تامر صور ليه على ستوري انستجرام وحط عليها اغنية ارجع لي انا قلبي معاك، وطبعا مقصودة واضحة جدا انه يقصد طريقته بسمة. وبرده نشر تامر بوست بعد انفصالهم قال فيه ربنا دايما بيختار الخير لينا، ومفيش خطوة بناخدها بتكون غلط طالما الانسان قال يا رب. تامر وبسمة اتفقوا يفضلوا صحاب عشان مصلحة ولادهم، لكن كلنا عارفين ان مفيش حاجة اسمها صحوبية بعد الحب والجواز والطلاق، بتكون تجربة صعبة جدا ومش سهلة اي ست وراجل ينجحوا فيها. فهل فعلا هيقدروا تامر وبسمة يكملوا كأصحاب ولا هيحنوا لبعض ويرجعوا تاني؟ اللي حصل كمان ان تامر حسني كان عامل حفلة كبيرة في الكويت من يومين، وهو بيغني على المسرح اغنية ارجع لي انا قلبي معاك، اتأثر وعيط والجمهور اتفاعل معاه. تامر متأثر جدا بسبب انفصاله عن بسمة بوسيل واولاده، وعلى ما يبدو كده ان هي اللي طلبت الانفصال مش هو، لكنه اضطر يوافق لكنه مش قادر يستمر وداخل في مود وحش ومش عارف يموف اون بسرعة زي ما بسمة قدرت تعمل خلال الايام اللي فاتت. ورغم اننا دايما بنشوف الست هي اللي مش عارفة تنسى وتتجاوز اي علاقة سواء حب ولا طلاق، الا ان المرة دي موضوع مختلف. تامر هو اللي متأثر ولسه حالته النفسية سيئة جدا، لكن بسمة قدرت تتجاوز بسرعة وبتحاول تشغل نفسها بحاجات كتير عشان تنسى قصة الطلاق دي خالص. يا ترى هيعملوا ايه الفترة الجاية؟ وهل في امل يرجعوا لبعض؟